الخرطوم دي يمشوا فيها وين؟ مع الكهرباء القاطعة دي معقول الواحدة تكون محبوسة في البيت طوال كده؟ لأن السينما دي صناعة، الصناعة دي بتحتاج لي ناس كثيرة مع بعض، لما نجي أعرضه الناس هتشوفه لأنه ده بيمثلني. لكن دي كانت حاجة ثابتة لكل سكان الخرطوم والأغاليم وكده، كل السينمات، يعني في سينما عطبرة، في مدني، في رفاعة، بتلاقي في السينمات كل الناس بنفس المستوى بيمشوا، ناس لوج ديل، الناس شوية كده، وديل الطلبة والناس الحلة، التحيط الشعب. حصل شنو في الدنيا دي؟ والناس الحلوة دي مشت وين؟